مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في نشرة أخبار العالم تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار، والبداية بأبرز العناوين. إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب قطاع غزة، وقوافل المساعدات تتحرك من مدينة العريش المصرية باتجاه معبر رفح. روسيا تعلن اعتزامها إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. أهلا بكم. زار معالي نور أحمد إسلام مجار والي ولاية هيرات الأفغانية المستشفى الميداني الإماراتي للإطمئنان على أهالي الولاية الذين تأثروا من الزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان مؤخرا، ويواصل الفريق الطبي جهوده في تقديم خدماته الجراحية لإنقاذ حياة المصابين في المستشفى الميداني الإماراتي الذي أعلنت وزارة الدفاع افتتاحه السبت الماضي بهدف مد يد العون للمتضررين من الزلزال وتوفير الرعاية الصحية الضرورية لهم. ويقوم الفريق الطبي بالتنسيق مع المستشفيات القريبة لتحويل بعض الحالات وتوفير وحدات الدم اللازمة عند الضرورة والمواد الطبية والجراحين لمساعدتهم في تقديم الرعاية الصحية اللازمة. وتتواصل المساعدات الإغاثية الإماراتية في إطار الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة المتضررين والمنكوبين حول العالم ومد يد العون لهم والاستجابة للقضايا الإنسانية الملحة. أكدت دولة الإمارات أمس أن بقاء 1,300,000 شخص على قيد الحياة في قطاع غزة مرتبط بحصولهم على المساعدات، مشيرة إلى أنه في العقد الماضي وحده عاش سكان غزة 3 جولات من العنف في هذا الصراع الممتد، مما أفقد أطفال غزة الأمل. وأضافت الإمارات في بيان بشأن التصويت في مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية أن المدنيين في غزة يواجهون حربا مدمرة بلا ملجأ أو مفر، وطالب البيان بالاستعادة الكاملة للوصول إلى الوقود والغذاء والمياه والمعونات الطبية وغيرها من الضروريات الأساسية وإنشاء إطار يؤمن سلامة العاملين في المجال الإنساني والذين يوميا يخاطرون بحياتهم بكل شجاعة، بالإضافة إلى تأمين سرعة إيصال المساعدات الإنسانية بدون عوائق. وشدد البيان على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية. وفي مستجدات التصعيد في قطاع غزة ميدانيا، شن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة على جنوب قطاع غزة ليلة أمس وحتى صباح اليوم مع دخول موجة القتال الحالية يومها 11. وذكرت مصادر محلية أن طائرات إسرائيلية كثفت غاراتها على أحياء سكنية ومنازل في محافظتي رفح وخان يونس اللتين شهدتا موجة نزوح كبيرة بناء على طلب إسرائيلي منذ 3 أيام. وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 60 فلسطينيا قتلوا ليلة أمس، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار على أكثر من 200 بنية عسكرية في قطاع غزة وعدة أهداف عسكرية للفصائل الفلسطينية في وسط مدينة غزة. توجهت قوافل مساعدات إنسانية متمركزة في العريش بمحافظة شمال سيناء اليوم إلى معبر رفح باتجاه غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي وفق ما أعلن عاملون في مجال الإغاثة. وأفاد مسؤول في الهلال الأحمر المصري لوكالة فرانس بريس للأنباء بأنه ليس لديهم علم بموعد الدخول، لكن طلب منهم التحرك إلى معبر رفح، وقد احتشدت مئات الشاحنات على الطريق الممتد على 40 كيلومترا بين العريش ورفح وفق مصادر إغاثية أخرى. ووصلت شحنات المساعدات الإنسانية جوا من عدة بلدان ومنظمات دولية، فيما تزداد الدعوات من أنحاء العالم لتقديم التبرعات لسكان القطاع. قالت الأمم المتحدة اليوم إن نصف سكان قطاع غزة تقريبا نزحوا من أماكن سكنهم بسبب هجمات إسرائيل المتواصلة على القطاع لليوم 11 على التوالي. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أنه في أعقاب الأمر الإسرائيلي بإخلاء الجزء الشمالي من قطاع غزة في 13 من الشهر الجاري، قد يصل عدد النازحين داخليا منذ بدء جولة القتال إلى 1,000,000 شخص. وأوضح البيان أن نحو 333,000 نازح يقيمون في مدارس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في وسط وجنوب قطاع غزة يعيشون في ظروف مزرية على نحو متزايد.
وعلى الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو 500,000 إسرائيلي نزحوا من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى في الداخل على إثر التصعيد الأخير في المنطقة. وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن جميع التجمعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة تم إخلاؤها من سكانها، كما تم أيضا إخلاء أكثر من 20 تجمعا سكنيا في المناطق الشمالية. وبحسب المتحدث العسكري، فإن النازحين وجدوا ملاذا لدى أقارب لهم في وسط البلاد، وهي مناطق أكثر أمانا. يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين يوم غد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس وفق ما نشرته قناة المملكة الأردنية اليوم. وسوف يعقد الملك عبد الله لقاءات مع الرؤساء الثلاثة، وستتركز المباحثات على سبل وقف التصعيد العسكري في غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين قد قال في وقت سابق إن الأردن ليس مستعدا لاستقبال مزيد من اللاجئين الفلسطينيين. وأوضح الملك عبد الله عقب اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتز أن هذا الملف خط أحمر، مضيفا أنه لا ينبغي خوض الصراع الدائر على أكتاف الآخرين، مشددا في الوقت ذاته على أهمية المساعدات الإنسانية وعلى ضرورة حماية المدنيين في الصراع بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم. أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس برغبة موسكو في المساعدة في منع وقوع كارثة إنسانية في غزة. وقال الكرملين إن بوتين أعرب عن استعداد روسيا للعمل على إنهاء المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية وتحقيق تسوية سلمية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. كما أبلغ الرئيس الروسي بالخطوات التي تتخذها بلاده للمساعدة في عودة الوضع إلى طبيعته ومنع المزيد من تصعيد العنف ومنع وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة. وبالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، شهدت الأسواق الفلسطينية بالضفة الغربية إقبالا كبيرا على شراء السلع لتخزينها، أمر دفع بالتجار إلى استغلال الوضع ورفع الأسعار ودفع وزارة الاقتصاد إلى تطمين المواطنين بوفرة المواد التمويلية. حالة من التذمر أبداها المتسوقون بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الخضار والعديد من المواد الأساسية الاستهلاكية في أسواق الضفة الغربية. هذه الحالة بدأ المواطنون يشعرون بها وبفقدان بعض السلع بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ليصل سعر الكيلوغرام لكثير من أصناف الخضار 3 دولارات، فيما الفواكه والعديد من المواد التموينية فقد زادت عن ذلك. في مبالغة بالأسعار من التجار، هذا حكي واضح يعني بيختلفوش عليه اثنين صراحة. يعني دائما في بدايات الحروب والقصص هذه بتبلش عمليات التغيير واللعب بالأسعار، ممكن يكون من المصدر بس في النهاية التجار بيزيدوا في الأسعار بصراحة. هناك ارتفاع باهظ، تقريبا من 10 أيام ارتفعت بنسبة 50%. على سبيل المثال كان الخضروات 3 كيلو و 4 كيلو ب 10 شيكل، حاليا الكيلو ب 15 شيكل و 16 شيكل. وزارة الاقتصاد التي طمأنت المواطنين بتوفر كامل المواد الاستهلاكية لعدة أشهر قادمة لاحقت التجار الذين تجاوزوا قرارات الوزارة واستغلوا الأوضاع الحالية برفع الأسعار. مع الأسف لقينا بعض الحالات ومش كثيرة، قليلة، كان هناك بعض البضائع المنتهية الصلاحية صادرناها وأتلفناها، وفي بعض الأحيان كان هناك رفع لبعض الأسعار، أخذنا إجراءات قانونية المقتضى القانوني أنه يتحول للنيابة. لكن حجة التجار رفعهم الأسعار كانت بسبب ارتفاع تكاليف النقل نتيجة صعوبة التنقل على الطرق الخارجية بعد الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وإغلاق مداخل المدن والبلدات في الضفة الغربية. في كل أزمة تجد من يستغل الحالة ليزيد من كسبه، وهذه الحالة ليست استثناء إذا ما نظرنا إلى التوقعات بطول أمدها والإجراءات الإسرائيلية المصاحبة لها. لقنوات أبوظبي ماجد سعيد،
رام الله. في مستجدات أخرى، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين لحضور قمة تبدأ اليوم وتركز على مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي مشروع ضخم للبنية التحتية يهدف إلى ربط آسيا بالأسواق الأوروبية والإفريقية بشكل أفضل. ومن المقرر أن يلتقي بوتين الرئيس الصيني شي جي بينغ بالإضافة إلى حضور المنتدى. وقال الكرملين إنه من المتوقع أن يناقش الرئيسان السياسة الدولية بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط. وذكر التلفزيون المركزي الصيني يوم الأحد الماضي نقلا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القول إن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتفق مع رؤية روسيا لتطوير الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإن الدول المشاركة فيها ستحقق منفعة متبادلة. قال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب البرلمان الروسي اليوم إن روسيا ستلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بسبب موقف الولايات المتحدة تجاه الأمن العالمي على حد قوله. ومن المقرر أن يناقش البرلمان الروسي إلغاء التصديق على المعاهدة في وقت لاحق اليوم. وتهدف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى فرض حظر شامل على جميع التجارب النووية على سطح الأرض أو في الغلاف الجوي. النشرة ما زالت مستمرة معكم وتتابعون فيها بعد قليل. الجيش الروسي يعلن إحباط 4 محاولات لنشر قوات أوكرانية جنوب دونيتسك والتصدي لسد هجمات لقوات كييف في ليمان. أهلا بكم من جديد. أعلنت بعثة أممية رصد 15 ضحية من المدنيين من جراء انفجار الألغام والمتفجرات في محافظة الحديدة غربي اليمن خلال شهر سبتمبر المنصرم. وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة إن هؤلاء الضحايا سقطوا في 9 حوادث انفجارات للألغام والمتفجرات في 6 مديريات بمحافظة الحديدة. وأشار البيان إلى أن هذا العدد يشكل انخفاضا بعد الارتفاع في أغسطس الذي تم فيه رصد 20 ضحية من المدنيين، مؤكدا أن نسبة الأطفال من الضحايا لا تزال أعلى من 30%. في مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة فوستوك الروسية أوليج تشيخوف اليوم إن الجيش الروسي أحبط 4 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك. وأضاف تشيخوف في تصريحات لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن وحدات من مجموعة قوات فوستوك بدعم مدفعي أحبطت في اتجاه جنوب دونيتسك 4 محاولات لنشر وحدات من القوات الأوكرانية. وأشار رئيس المركز الصحفي لفوستوك إلى أن المدفعية الروسية قضت كذلك على 2 استطلاع للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرت مستودع ذخيرة على محور جنوب دونيتسك. في سياق متصل، قال المتحدث باسم المجموعة القتالية المركزية الروسية ألكسندر سافتشوك إن وحدات من المجموعة أحبطت 6 هجمات أوكرانية في منطقة كراسني ليمان. ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية للأنباء عن سافتشوك قوله إن وحدات من المجموعة القتالية المركزية المدموعة أو المدعومة بنيران المدفعية والطائرات الهجومية أحبطت 6 محاولات هجومية من مجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء أزوف 12 للقوات الخاصة في منطقة تورسكي. يعقد وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا في لوكسمبورغ في محاولة لكسر جمود إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية الناجم عن خلافات لدول الأعضاء بشأن دعم الطاقة النووية. وتحذر برلين من أن أي بند في القانون الجديد يسمح بدعم أسعار الطاقة النووية يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تشويه المنافسة في الاتحاد الأوروبي لصالح الدول التي تنتج كميات كبيرة من الكهرباء من الطاقة النووية مثل فرنسا. ويعكس الخلاف انقسام دول الاتحاد الأوروبي إلى دول تعتمد على الطاقة النووية لكي تقلل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتقلل إصدار الانبعاثات الكربونية الضارة بالمناخ، في حين ترفض دول أخرى الطاقة النووية من الأساس.
في مستجدات أخرى، قالت وسائل إعلام بلجيكية إن الشرطة أصابت بالرصاص اليوم رجلا يبلغ من العمر 45 عاما يشتبه في أنه قتل 2 من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل، مضيفة أنه توفي في المستشفى متأثرا بجراحه. وقالت وزيرة الداخلية البلجيكية أناليس فرينلندن في وقت سابق إنه يشتبه في أن المصاب هو المسلح المشتبه به. وقتل مواطنان سويديان بالرصاص وأصيب ثالث في وسط بروكسل مساء أمس فيما فر المشتبه به بعد إطلاق النار الذي وقع قبيل بدء مباراة لكرة القدم بين بلجيكا والسويد. وأدى الحادث إلى عملية تفتيش ضخمة ودفع بلجيكا إلى رفع مستوى التحذير من الإرهاب إلى أعلى درجاته. لقي ما لا يقل عن 45 شخصا حتفهم وأصبح نحو 165 آخرين في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب قرب ميناء من بانداكا عاصمة إقليم إكواتور في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال حاكم الإقليم اليوم إن القارب انقلب عند مدخل الميناء مساء الجمعة الماضية، وإن البحث عن ناجين استؤنف مع عمل ضئيل في العثور على أي منهم على قيد الحياة. من جهته قال ممثل البلدية المحلية إن القارب كان مكتظا بالركاب وغادر بعد حلول الظلام في انتهاك للوائح. لقي رجل حتفه في عقار ريفي في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية من جراء حرائق الغابات في الولاية الواقعة في شرق أستراليا حسب ما ذكرت السلطات المحلية اليوم. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنه تم العثور على جثة رجل في حريق غابات بالقرب من كامبسي على بعد نحو 450 كيلومترا شمال سيدني. وأوضحت الشرطة أنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى العقار بعد أن أثيرت مخاوف بشأن فقدان رجل من جراء تمدد حريق غابات في المنطقة. قالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية إن 3 هزات أرضية قوية تتراوح قوتها بين 5.1 و5.5 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب إيران اليوم. ووقعت الهزات على عمق 10 كيلومترات وفقا لهيئة المسح الجيولوجي، ولم ترد تقارير بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية. يشار إلى أنه تم تسجيل هزات أرضية في جنوب غرب البلاد أمس الأول. هذه طائفة أخرى من الأخبار العالمية المنوعة وجزناها لكم في هذا التقرير. جذب اللون الذهبي لمدرجات حقول الأرز شمال مدينة غويلين بمقاطعة لونغ تشينغ الصينية سياح ومحبي الطبيعة والتصوير. وتظهر لقطات الفيديو الألوان الزاهية لهذه السفوح من التلال التي أضفت جمالية خاصة للمنطقة مع قرب وقت الحصاد في نهاية شهر أكتوبر الحالي. ويبلغ عمر حقول الأرز هذه حوالي 700 عام، تزرعها بشكل رئيسي مجموعة تشوانغ وياو العرقيتان. يوشك شعب كونا أن يصبح أول من يتم نقلهم من جزيرتهم الصغيرة كارتيسوكتوبو الواقعة قبالة الساحل الشمالي لبنما في البحر الكاريبي بسبب خطر ارتفاع منسوب مياه البحر، والذي يعزوه بعض العلماء إلى تغير المناخ. وتعادل مساحة هذه الجزيرة الصغيرة حجم 5 ملاعب كرة قدم، ووفقاً للتوقعات الرسمية من المتوقع أن تغمرها المياه بحلول عام 2050. ومن المقرر أن يتم نقل سكان سوكتوبو البالغ عددهم حوالي 2000 نسمة إلى قرية أخرى تم بناؤها من قبل الحكومة البنمية والمنظمات الدولية. وصل منسوب بحيرة تيتيكاكا الواقعة على الحدود بين بيرو وبوليفيا إلى أدنى مستوى تاريخي له بسبب موجة الحر الشديدة التي أثرت على المنطقة. وتعرف هذه البحيرة بأنها أعلى بحيرة صالحة للملاحة في العالم والأكبر في أمريكا الجنوبية. وتظهر اللقطات المسجلة لبحيرة لاغونا كولورادا القريبة وهي جافة تماماً، حيث تتمكن الحيوانات والمركبات من السير عبرها بسبب نقص المياه. أقامت ولاية كانو النيجيرية حفل زفاف جماعي مدفوع التكاليف بالكامل ل1800 من الأزواج،
وقدمت الهدايا والتجهيزات الأساسية لهم. يأتي هذا في إطار المساعي لمساعدة الفقراء على الزواج في هذه المنطقة التي تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً، حيث يتأخر زواج الشباب بسبب صعوبات الحياة وقلة مصادر الدخل. إذن وصلنا معكم إلى نهاية النشرة، وقبل الختام بدأ تذكير بأبرز العناوين. إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب قطاع غزة، وقوافل المساعدة تتحرك من مدينة العريش المصرية باتجاه معبر رفح. روسيا تعلن اعتزامها إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. إذن وصلنا معكم إلى ختام نشرة أخبار العالم، كنا معكم من مركز الاتحاد للأخبار، وبعد الفاصل ينضم إليكم الزميل مكتوم محمد في نشرة الاقتصاد. أما الآن إلى اللقاء. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الاقتصاد التي نستعرض فيها أهم أخبار المال والأعمال والتي تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار، والبداية بالعناوين. سوق أبوظبي يربح 19 مليار درهم ويحقق أكبر مكاسب يومية في شهرين ونصف. مكتب أبوظبي للاستثمار وأرشر للطيران يخططان لإطلاق خدمة التاكسي الجوي الكهربائي في الدولة. إيان تطلق خلال جايتكس مشروع تشارج أند جو لشحن السيارات الكهربائية في الإمارات. أهلا بكم. عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه وربح رأس ماله السوقي أكثر من 19 مليار درهم ليحقق أكبر وتيرة صعود يومية منذ قرابة شهرين ونصف، مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع المالية والاتصالات والعقار. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أبوظبي ودبي بختام تعاملات اليوم نحو 3,526,000,000 درهم، موزعة بواقع 2,859,000,000 درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و 667 مليار درهم تقريبا للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1,330,000,000 درهم، موزعة بواقع 889,000,000 درهم في سوق أبوظبي، ونحو 442,000,000 درهم في سوق دبي. في اجتماعه الدوري الثالث للعام الحالي، استعرض المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات استعرض جهود الاتحاد في تحسين سبل التمويل المستدام في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، والخطط التي تستهدف تعزيز ريادة دولة الإمارات في تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. وقعت اليوم شركة أرشر للطيران، الشركة الرائدة في تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي، اتفاقية مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتصبح إمارة أبوظبي بموجب هذه الاتفاقية المحطة الأولى لإطلاق أعمال الشركة على الصعيد الدولي. كما أعلنت الشركة عن خططها لبدء عمليات التاكسي الجوي في أبوظبي، وكجزء من هذه المبادرة الاستراتيجية يخطط مكتب أبوظبي للاستثمار لدعم أرشر للطيران بمجموعة من الحوافز التي ستمكن الشركة من تأسيس مقرها الدولي الأول ومرافقه التصنيعية ضمن مجمع صناعة السيارات الذكية وذاتية القيادة الجديد سافي في أبوظبي.
كما وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع شركة نيتا أوتو المالكة لعلامة سيارات هوزون أوتو الكهربائية. تقوم بموجبه الشركة الشهيرة بافتتاح مركز للبحث العلمي والتطوير ومصنع لتجميع السيارات في إمارة أبوظبي بالتعاون مع مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة سافي في مدينة مصدر، والذي يوفر مرافق وخدمات متطورة ضمن بيئة تنظيمية داعمة للابتكار من أجل تشجيع مجالات التصميم والاختبار ونماذج الابتكارات الأولية وتصنيع مركبات النقل الذكية وذاتية القيادة بأنواعها. وسيكون المقر الجديد لشركة نيتا المركز الرئيسي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. خلال مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي بأبوظبي، أكد زياد حايك رئيس المنظمة العالمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن من أهم الأولويات التي تعمل على إنجازها معظم دول العالم هي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تعني التكامل بين جناحي اقتصاد أي دولة. نحن المنظمة العالمية لوحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي منظمة مركزها جنيف، تنتمي لها 60 دولة اليوم. بتعنى بموضوع الشراكة أكيد بين القطاعين العام والخاص، يلي هو بيصير موضوع ذات أهمية قصوى لكل دول العالم، لأنه كل دول العالم بحاجة لاستقطاب الرساميل، بحاجة لخبرات القطاع الخاص، خاصة في عالم تتقدم فيه التكنولوجيا بالسرعة اللي عم تتقدم فيها، لا إن كان للبنى التحتية أو ما يسمى البنى الاجتماعية يلي هي العلاقة بالتعليم وبالصحة وغيره. لذلك نحن بهذا المؤتمر كتير مهم، لأنه بيجمع متخصصين بالشراكة من كل أنحاء العالم ليقدروا يعني يحكوا عن تجاربهم، يشاركوا تجاربهم مع بعضهم. أنا عندي مشكلة بهذا المشروع بهذا البلد، كيف أنتوا حليتوها ببلدكم؟ هذا يعني أساس نحن الشغل اللي بنشتغله كالمنظمة. أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2022 تحت عنوان 51 عاما من الإشراق، وتضمن التقرير أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة. وحققت مؤشرات التنمية نموا ملحوظا، حيث نما إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة خلال 2022 بنسبة 5% مقارنة بعام 2021 إلى أكثر من 72,242 رخصة أعمال. قال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لإياند إن الشركة تعرض خلال مشاركتها في جايتكس 2023 الاتجاهات والحلول التقنية وملامح المسار المستقبلي للمجموعة بعد رحلة التحول التي تبنتها. وأضاف دويدار أن إيان تطلق خلال معرض جايتكس 2023 الذي تشارك فيه تحت شعار إيان تعزز الابتكار مشروع تشارج أند جو، منظومة شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تشكل خطوة داعمة لجهود الشركة في مجال الاستدامة. وقال إن إيان حرصت على الدخول بقوة إلى قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من أجل المساعدة في أتمتة عمليات عملائها، مما يساعد على تحولهم إلى مؤسسات أكثر كفاءة وإنتاجية وتنافسية في العصر الرقمي. مشاهدينا، المزيد من الأخبار الاقتصادية تأتيكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى أخبار الاقتصاد. افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع، مما أثار المخاوف من أن الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول، حيث تثبت هذه البيانات قدرة الأمريكيين على الإنفاق في ظل معدلات الفائدة الحالية، كما أن الصراع في الشرق الأوسط يزيد من خفض معنويات المستثمرين. ولليوم الثاني على التوالي تتحرك أسعار النفط في نطاق ضيق في انتظار تطورات الصراع في غزة وإمكانية احتوائه أو اتساع نطاقه، كما ينتظر المتعاملون قرارات الولايات المتحدة بخصوص رفع العقوبات عن فنزويلا، حيث تسعى إدارة الرئيس بايدن
إلى إيجاد سبل لزيادة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية للحد من ارتفاع الأسعار، لكن أي زيادة حقيقية في إنتاج النفط من جانب فنزويلا ستستغرق وقتا بسبب نقص الاستثمارات في السنوات الأخيرة. تراجعت أرباح بنك جولدمان ساكس في الربع الثالث بنسبة 33% إلى 2.06 مليار دولار، أو ما يساوي 5.47 دولارات للسهم، مقابل 3.07 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، أو ما يعادل 8.25 دولارات للسهم. من جهة أخرى، ارتفعت أرباح بنك أوف أمريكا بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 7.8 مليار دولار في الفصل الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت الإيرادات بنحو 3% على أساس سنوي إلى 25.320 مليار دولار. تتوقع شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة انخفاض أرباح الربع الثالث بنسبة 30% مع تركيز على مقدار النمو خلال العام القادم. ومن المقرر أن تعلن أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم عن أرباح صافية قدرها 6 مليارات دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وبلغت إيرادات الربع الثالث نحو 17 مليار درهم بانخفاض نسبته 20% عن نفس الفترة من العام الماضي. وساعدت طفرة الذكاء الاصطناعي في رفع أسعار أسهم الشركة الأكثر قيمة في آسيا، حيث ارتفعت بنسبة 23% منذ بداية العام الحالي. تتوقع شركة إريكسون استمرار حالة عدم اليقين التي تؤثر على أعمال شبكات الهاتف المحمول الخاصة بها حتى عام 2024. يأتي ذلك بعد انخفاض إيرادات الربع الثالث بالتزامن مع تراجع الطلب على معدات 5G في أمريكا الشمالية. وانخفضت أسهم شركة تصنيع معدات الاتصالات السويدية بنسبة 9% في التعاملات المبكرة، مسجلة أدنى مستوى منذ 2017. يذكر أن قيمة إريكسون انخفضت بقيمة 2.9 مليار دولار عقب استحواذها على شركة فونيج. إذن بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.